إذن شباب، راح نحكي حاليا عن الداتا ريبريزنتيشن، يعني كيف تمثل الداتا على الحاسب. هلا الداتا بتقسم ل تكست، يعني ممكن تكون الداتا او المعلومات هي ملفات نصيه، اوكي، ارقام، ملفات نصيه فيها كلمات وحروف والى اخره، نمبرز يعني ارقام، ايمجز اللي هي الصور، بالاضافه للاوديو والفيديو. الاوديو هو الصوت، فيديو نعرف فيديو. طيب التكست شباب، اي حرف من المحارك، مثلا اذا كتبت انا على الكيبورد حرف الاي، الحاسب راح يفهمه على انه مجموعه من الاصفار والوحدات اللي ورا بعض البعض، zeros and ones، sequence of bits، zeros and ones. اوكي، هاي zeros and ones اللي بتكون ورا بعض البعض بنسميها الكود. اوكي، في عندي كثير انواع من الكودينج، واحده منها الشهيره هي اليونيك كود، uses 32 bit to represent a symbol in any language. يعني اذا كان عندي حرف اي مثلا، راح اجيب 32 بت، هي اصفار وحدات ورا بعض البعض لتمثل لي ال A. اوكي، مثلا في عندي كمان نظام الاسكي فورم ذا فيرست 127 كاركتر ان يونيكود. الى هلا هذا كثير كلام ما كثير بهمنا، ولكن مهمنا نعرف انه تكست بيتمثل ب زيروز اند وانز، مصفوفه ورا بعض البعض. تمام شباب؟ طيب النمبرز كمان نفس الشيء، represents by bit pairs. يعني اذا جبت نمبر، اي نمبر بكتبه انا بالنظام العشري decimal اللي نحن بنعرفه 1 2 3 4 5 6 7 الى حد العشرة. طيب بيجي الحاسب بياخده بيحوله للباينري، يعني الباينري هو 0 1 بس فيه رقمين 0 والواحد. مثلا رقم الواحد يتمثل بواحد، الاثنين مثله ب 1 بعدين 0 الى اخره. الفكره المهم انه بتحول الاعداد اللي بنعرفها نحن لاعداد باينري. طيب الايمج بتتمثل عن طريق ماتريكس اوف بيكسلز. يعني انا عندي مثلا عندي هالمستطيل، اوكي، رح اسمه بشكل هيك كلها لمربعات صغيره، كل مربع صغير جواته هو بيكسل او بيكتشر اليمنت. هذا البيكسل يرجع بيتمثل بزيروز اند وانز حسب الالوان، حسب اللون وحسب الاضاءه. اوكي، ضل عندي الاوديو انه انا بسجل صوت ساوند اور ميوزك. الاوديو هو شيء، هو اشاره مستمره وليست متقطعه، راح نفهم هالمفاهيم كلياتها لاحقا. الفيديو هي شو؟ مجموعه من الصور وصوت ورا بعض البعض. اوكي، باختصار شديد شباب، مهم بهمنا تشكي نعرف كيف او شو انواع الداتا ريبريزنتيشن اللي هن تكست، نمبر، ايمج، اوديو اند فيديو. طيب خلينا نشوف كيف تتدفق المعلومات او شو هو الداتا فلو. في عندي ثلاث انواع للداتا فلو اللي هن سمبلكس، هاف دوبلكس اند فول دوبلكس. سمبلكس شباب يعني بيكون اتجاه الداتا اتجاه وحيد. اوكي، يعني في عندي هون شغلة عم طالع لي الداتا، وفرضا هون مرسل وهون مستقبل، بيكون اتجاه الداتا باتجاه وحيد، بهالاتجاه ما فينا نرسل داتا. مثل عندي كيبورد، عم بكتب على الكيبورد، انا عم دخل داتا على الكيبورد وعم تطلع لي وين؟ على المونيتور او الشاشة. يا سلام، اوكي، بعتقد الامور لهون كلياتها بسيطة واضحة. طيب النوع الثاني اللي هو الهاف دوبلكس. هاف دوبلكس شباب بيكون عندي من الطرفين كل واحد فيه يرسل. اوكي، اي ديفايس، هاي الديفايس ممكن ترسل بهالاتجاه، ديفايس تاني ممكن ترسل بهالاتجاه، ولكن ما فيهم الاثنين يرسلوا بنفس الوقت، يعني not at the same time. يعني اذا هاد عم يرسل لازم يكون الثاني عم يستقبل. اوكي، وبالعكس هالديفايس عم ترسل، الثاني خلص ما فيه يرسل حاليا، وقف ارسال لحتى الديفايس تخلص ارساله. اوكي، خلصت انت ارسال، يلا تاني صار فيه يبدا عمليه الارسال. يا شباب هاف دوبلكس. اما الفول دوبلكس ف دايركشن اوف داتا اول ذا تايم شو بيكون؟ بالاتجاهين، يعني تو ديفايسز فيهم يرسلوا يستقبلوا لنفس الوقت، مثل لما بنكون عم نحكي مكالمه هاتف. اوكي، طرفين فيهم يحكوا
ويستمعوا في نفس الوقت. يا شباب.